بسم الله الرحمن الرحيم أبناءنا الأعزاء طلبة وطلبات الصف الثالث السنة الزراعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحاصلات الزراعية ومادة محاصيل الحقل هنتكلم أول خطوة معانا رقم ألف التحميل بعد التحميل هنتكلم عن حاجة اسمها التجميع الزراعي يبقى احنا هنشوف مع بعض التحميل التكسيف الزراعي واهم المحاور الرئيسيه للتكثيف المحصولي وهنتكلم زي ما قلنا في العناوين السابقه اول خطوه هنتكلم عليها ايه التحميل عايزين نشوف مع بعض فيديو هيوضح لنا اللي هو ايه عمليه التحميل ولكن بعد تعريف التكسيف ايه الزراعي ايه هو التكسيف الزراعي قال لك تكرار زراعه الارض اكثر من مره واحده خلال العام بانتاج محصولين ايه او اكثر يبقى التكثيف الزراعي زراعه الارض اكثر من مره واحده خلال العام بانتاج محصولين ايه او اكثر ليه لان احنا لما هنتكلم عن التحميل وهنشوف الخطوات ايه بتاعته هنعرف الشغل ايه بتاعه ليه لان التحميل يختلف عن التكثيف والاتنين بيجوا في الامتحان والطالب وهو بيجاوب من كتر الثقه بتاعته بيحصل لخبطه بين التعريفين، يعني التكثيف الزراعي تكرار زراعه الارض اكثر ايه؟ من مره واحده خلال العام بانتاج محصولين ايه؟ او اكثر، ولكن هتشوف التحميل بعد كده في التعريف ايه؟ بتاعه. معامل التكثيف الزراعي، قال لك معامل التكثيف الزراعي هو نسبة الأرض المشغولة بالمحاصيل في السنة الواحدة وهو ناتج قسمة المساحة المحصولية على المساحة الحقلية يبقى هنا بيجي لك برضو التعريف ده في الامتحان ايه عرف معامل التكثيف الزراعي هتقول هو نسبة الأرض المشغولة بالمحاصيل في السنة الواحدة وهو ناتج قسمة المساحة المحصولية على المساحة الحقلية يعني ايه المساحة المحصولية يعني مساحة المحاصيل اللي أنا زرعتها طول السنة في الموسم الصيفي والشتوي زائد لو انا اخدتهم عروه في النص بتتسمى العروه ايه النيل يعني انا لو زرعت الفدان عندي فدان واحد زرعته في الارض في السنه ثلاث مرات وقسمته على الواحد اللي هو مساحه الفدان المساحه الحقليه اذا معامل التكثيف عندي هنا ايه هيطلع تلاتة ليه لان انا زرعت الارض عندي في سنه واحده بثلاث محاصيل ايه مختلفه في فدان ايه واحد يبقى معامل التكثيف الزراعي هنا هو نسبه الارض المشغوله بالمحاصيل في السنه الواحده وهو ناتج قسمه المساحه المحصوليه على المساحه ايه الحقليه اهم المحاور الرئيسيه للتكثيف المحصولي اهم المحاور الرئيسيه للتكثيف المحصولي قلنا اهم حاجه فيه كانت ايه التحميل عايزك علشان تخش في التحميل قلنا هنشوف فيديو يعرف تحميل فكر فيه ويعني ايه كلمه تحميل كلمه تحميل محاصيل يعني تحميل محاصيل انا هعملها ازاي او الصور اللي انا هشوف عليها ايه تحميل هتبقى ماشيه ازاي زي حضراتكم ما شايفين ركز معايا انا ارض فيها ثلاث محاصيل مختلفة فيها سمسم وذرة شامية وفول سودان ادي عندك زي ما انت شايف ده عيدان الذرة الشامية وده عدان ايه السمسم وقرون السمسم واضحة ونبات الذرة الشامية معاك ايه واضح وتحت اهوت الكاميرا الرابط جابت لك ايه نباتات الفول السوداني ليه هو ده التحميل فكر كده معانا الفرق بينه وبين التكثيف علشان خاطر قلنا التكثيف بيحصل لخبطه بيننا وبين التحميل في التعريف لما بيجي لنا ايه في الامتحان ادي احنا شفنا الفول السوداني والسمسم وهنشوف ايه الذره الشاميه دول ثلاث محاصيل في قطعه ارض واحده وفي نفس ايه الوقت يبقى من خلال الفيديو والصوره اللي قدامك فكر تاني انت شايف سمسم وفول سوداني وذره شاميه في نفس الوقت يبقى علشان لما نقول هنفرق ما بين التكثيف الزراعي وبين التحميل يبقى عرفنا ايه هو التكسيف وايه هو ايه التحميل لما قلنا التكسيف ان انا بزرع الارض عندي طول السنه عدد المحاصيل اللي انا زرعتها ايه طول السنه صيف وشتوي ولكن التحميل عدد المحاصيل اللي انا زرعته في نفس الموسم في نفس قطعه ايه؟ الارض زي حضراتكم ايه؟ ما شايفين، يبقى احنا هنا علشان نعرف التحميل هو زراعه محصولين او اكثر في قطعه ارض واحده وفي موسم زراعي ايه؟ واحد، هنا اتكلمنا ايه؟ عن موسم، ولكن في التكثيف اتكلمنا عن زراعه الارض باكثر من محصولين طوال ايه السنه وجبنا معامل التكثيف لما قلنا المساحه المحصوليه على المساحه ايه الحقليه وقلنا المساحه المحصوليه لمساحه المحاصيل اللي انا زرعتها في الصيف وفي الشتاء ولو دخلت معايا عروه ثالثه في, في النيل يبقى نعرف كده مع بعض التحميل هو زراعه محصولين او اكثر في مساحه من الارض في نفس الموسم لتعظيم الاستفادة من الموارد الأرضية والمناخية المتاحة لرفع إنتاجية وحدة المساحة ويسمى المحصول الرئيسي بالمحصول المحمل عليه والمحصول الثانوي بالمحصول المحمل بمعنى إيه؟ يعني إيه أعظم استفادة؟ يعني أنا لما هروي الأرض بتاعتي هروي محصولين في وقت واحد هضيف سماد هضيف ليه؟ لمحصولين في وقت واحد هجري أي عملية زراعية هتم هتتم المحصولين في وقت ايه واحد في نفس ايه الارض يبقى تعريف التحميل مرة تانية هو زراعة محصولين او اكثر في مساحة من الارض في نفس ايه الموسم لتعظيم الاستفادة من الموارد الارضية والمناخية المتاحة لرفع انتاجية وحدة المساحة ويسمى المحصول الرئيسي بالمحصول المحمل عليه والمحصول السنوي بالمحصول المحمل بمعنى اقول لو انا عندي الفول الصويا المحصول الرئيسي بقول محصول فول صويا محمل عليه ذره شاميه محمل عليه الذره ايه شاميه تعال نشوف الخطوه اللي بعد كده صور التحميل هل التحميل ليه صور اه ليه صور الفيديو اللي فات اللي احنا شفناه مع بعض ده صورة للتحميل اسمه التحميل المختلط يعني ايه تحميل مختلط احنا شفنا نبات السمسم جنب نبات الذرة الشامية ونبات الفول السوداني إيه؟ تحت وكده كلهم ايه في حتة واحدة ولكن الصور التانية غير المختلط هنشوفها مع بعض خطوة خطوة وصورة ايه صورة علشان نقدر نفرق ايه بينهم ونعرفه اول صورة التحميل المتناوب التحميل ايه المتناوب زي حضراتكم ما انتم شايفين في الصورة كده ايه هو التحميل المتناوب انا عندي نبات القمح مزروع على مصاطب وفي بين الخط المصابة بتاع القمح والتانية فيه نبات تاني مزروع في النص اهوت اللي هو القطن يبقى انا زرع محصول القطن متناوب مع محصول ايه؟ القمح، يعني القمح هينضج قبل محصول ايه؟ القطن ما ينضج، يعني انا هحصد القمح بتاعي قبل ما هجمع ايه؟ القطن، دي الصوره ديت اسمها ايه؟ صوره التحميل المتناوب اللي هو بيوضح لي تحميل القطن ايه على القمح، اذا هنا المحصول الرئيسي ايه؟ المحصول الرئيسي قمح لان هو ايه؟ مزروع قبل القطن وهيتم حصاده قبل القطن. طيب الصوره الثانيه التحميل المختلط وشفناها في الفيديو التحميل المختلط ركز معايا في الصوره دي ده تحميل مختلط للمحاصيل العلفيه يعني ايه محاصيل علفيه يعني انا زرع شعير او راي جلس مع برسيم يعني شعير او راي جلس مع ايه برسيم بخلط البذره بتاعتهم مع بعض واقوم بزراعتهم في وقت واحد او ابدرهم في الارض في وقت واحد واروي الارض في وقت واحد في حاله الحش بحش البرسيم مع الشعير او الراي جلاس وفي نفس الوقت مع بعضيها يعني ده اسمه تحميل مختلط مش هتقدر تنقي او تفرز حبوب عيدان الشعير لوحدها وعيدان البرسيم لها مخلطه ايه مع بعض الصوره اللي بعد كده التحميل في خطوط التحميل فين في خطوط زي حضراتكم ما شايفين ركز معايا في الصورة هتلاقي عندي دوار الشمس مزروع على خطين وجنبيهم خطين تاني لإيه للذرة الشامية يبقى التحميل في خطوط دوار شمس على خطوط على خطين والذرة الشامية إيه على خطين أزرع خطين دوار شمس خطين دورة ده خطين دوار خطين دورة ده اسمه التحميل إيه في خطوط دي صور من صور إيه التحميل بتاعتنا طيب معانا صوره تانية للتحميل اه التحميل في شرائح يعني ايه التحميل في شرائح يعني انا زارع زي ما انت معايا في الصوره ديت انا زارع شريحه ذره شاميه وشريحه في النص فول صويا يعني انا زارع تحميل محمل ذره شاميه على فول صويا لان المحصول الرئيسي هنا ايه الفول الصويا وانا زارع محمل عليه الذره الشاميه ديت صوره ايه التحميل في شرائح زي ايه تحميل الذره الشاميه على الفول الصويا ركز في الصور علشان انت رايح مدرستك نزلت مزرعه المدرسه نزلت اي مكان وشفت الصوره دي تعرف نوع التحميل وتعرف تسمي المحصول تقول المحصول الرئيسي اهوت محصول فول صويا محمل عليه ذره ايه شاميه ليه طيب المحصول الرئيسي انا سميته سميته ليه ما قلتش ده محصول ذره شاميه محمل عليه فول صويا ليه؟ لأن المحصول للفول الصويا أكثر ربحا من الذرة الشامية. يبقى لازم توضحها كده، دايما المحصول الرئيسي هو الأكثر ربحا. الأكثر ربحية بسميها إيه؟ بي. بعد كده فوائد التحميل، النقطة اللي جاية إيه هي فوائد التحميل؟ أي حاجة أنا هعملها ليها فايدة وأي زي ما ليها فايدة ليها مشاكل. يبقى التحميل عندي ليه فوائد وليه ايه مشاكل؟ هنعرف ايه هي فوائد التحميل وايه هي مشاكل التحميل وازاي نقدر نتغلب على مشاكل ايه التحميل. فوائد التحميل ايه هي؟ فكر معايا كده وحاول تكتب معايا وانت بتفكر شوف النقطة اللي انت كتبتها هل هتيجي زي اللي احنا هنقولها ولا اختلفت ولا ممكن نعدل ايه فيها؟ انت حضرتك مش شفت معايا صور التحميل؟ اه شفناها شفنا التحميل في شرائح، شفنا التحميل في خطوط، شفنا التحميل ايه المختلط. يبقى تعالى نشوف بقى فوائد التحميل ايه هي فوائد التحميل اول نقطه معانا فوائد التحميل زيادة محاصيل الغذاء الشتوية القمح والبصل والثوم وبنجر السكر دون الإخلال بالتركيب المحصولي في الدورة الزراعية. يعني أنا زرعت زودت مساحة المحاصيل الغذاء الشتوية دون ما أعمل خلل في التركيب المحصولي للدورة إيه الزراعية. ثلاثة زيادة إنتاجية وحدة المساحة من الأرض لكل من المحصولين المحمل والمحمل عليه الله إزاي هتزيد الإنتاجية آه ما إحنا مش زرعين محصولين هناخد محصولين أي نعم أنا مش هاخد كمية المحصول اللي هي كأن أنا زرعه منفرد لوحده ولكن هتقل إيه شوية لأن أنا داخل معايا محصول المحمل محصول إيه منافس شوية فأنا لما زودت الإنتاجية أنا خدت محصول إيه فدانين دلوقتي في فدان إيه واحد ولكن انا استخدمت نباتات بتخدم بعضها ايه البعض النباتات اللي انت شفتها محاصيل بقوليه مع محاصيل ايه نجلية واحد هيوفر العناصر الغذائيه والتاني ايه هيستهلك فبالتالي هقدر احافظ على خصوبه ايه التربه ثلاثه زياده العائد الاقتصادي وتوزيعه على مدار العام بحيث يمكن تلافي اضرار الاعتماد على زراعه محصول ايه واحد السنه اللي فاتت حصل دروب جامد جدا في اسعار البطاطس سعر البطاطس نزل يا يعني نهار ابيض ده الكيلو كان بجنيه يعني ايه الكيلو كان بجنيه؟ يعني ما جابش حق التقاوي بتاعتها، يعني انا لما رحت جبت طن التقاوي ب 14000 جنيه الفدان هيجيب معايا كام طن؟ العماله ايه؟ بتاعته، طيب انا لو زرع الارض كلها بطاطس كانت هتبقى عندي مشكلة ولكن انا لما اشكل في المحاصيل بتاعتي المحصول ده طيب انا زودت العائد الاقتصادي بتاعي زي احنا ما شفنا ومحصول محصول القطن في التحميل المتناوب ان زرحت القطن في بطن الخط بتاع المصاطب بتاعة القمح فانا كده لما هحصد القمح وادرسه هاخد فلوس القمح واصرف بها ايه اكمل بيها المصاريف على القطن لحد شهر ايه أغصص وقت الجمع بتاع ايه القطن يبقى زيادة محاصيل الغذاء الشتوية زيادة انتاجية وحدة المساحة زيادة العائد الاقتصادي دي من فوائد إيه التحميل زيادة معدل الاستغلال الأرضي والزمني طبعا أنا استغلت الأرض أنا عندي فدان زرعتهم في نفس الوقت بمحصولين طب والاستغلال الزمني آه ما هو نفس الموسم أنا استغلت هنا إيه عنصر الزمن إن في وقت قياسي في وقت واحد أنا زرعت إيه محصولين خمسة الهروب من الإصابة بأفات بعض المحاصيل عن طريق الزراعة إيه المبكرة يعني أنا عندي بعض الأفات بتصيب بعض المحاصيل أنا كده ههرب من الإصابة إيه بالأفات ستة التغلب على الظروف التغلب على ظروف النمو السيئة خلال الفترات الأولى من حياة النبات، التغلب على ظروف النمو السيئة لأن أنا عندي محاصيل مثلا بتتأثر إيه بأشعة الشمس أو بالحرارة، ممكن أنا زرعت المحصول المحمل عليها يعمل لي عملية ظل أو هيلطف لي الجو حوالين المحصول إيه التاني، فبالتالي هقدر أتغلب على ظروف إيه السيئة اللي هي بتاعة ارتفاع درجات الحرارة أو شدة إيه الإضاءة. سبعة الاستفادة من كميات مياه الري وترشيد التسميد لمحاصيل التحميل الاستفادة من كميات مياه الري وترشيد ايه؟ التسميد لمحاصيل ايه؟ التحميل طبعا هي كمية المياه اللي انا ضفتها هو الفدان واحد الفدان هو هياخد معايا رايتين عشان انا ازرع محصولين لا هو خد راية واحدة بنفس كمية المياه اللي انا ايه بضيفها طيب التسميد هزود التسميد شوية بس بدل ما ادي سمدين لا انا هدي سمد ونص يعني ايه سمد ونص يعني انا هدي كمية سمات كاملة كان المحصول ونص اللي هستغل المحصول ايه فانا هنا هوفر تقليل التلوث البيئي للتربه والمنتج ومقاومه الحشائش في اخر حياتي ان هنا الحشائش عندي مش هتقدر ايه تنمو ليه لان انا هيكون عاملين على بعض او المزروعين مع بعض ديهم مغطيين سطح التربه تماما مش هيدوا فرصه لنمو إيه الحشائش فبالتالي هاجي في اخر الموسم هيكون عندي الارض بتاعتي نظيفه ايه من الحشائش ما فيهاش ايه حشائش كتير. تسعه تعظيم الاستفاده من طبقات التربه المختلفه ان انا زرعت محصولين واحد بقولي مع واحد ايه نجيلي واحد بيوفر الماده الغذائيه او يوفر الازوت الثاني بيستهلك واحد متعمق الجذور مع واحد سطح الجذور واحد هياخد الغذاء اللي في سطح التربه من فوق متعمق الجذور هياخد الغذاء بتاعه من الطبقات السطحيه ايه؟ للتربه، يبقى انا كده عظمت الاستفاده ايه؟ من طبقات التربه المختلفه مع المحافظه على محتواها من العناصر الغذائيه ايه؟ والعضويه. 10 تقليل الاضرار الناتجه عن زراعه المحاصيل ايه؟ منفرده. تقليل الاضرار الناتجه عن زراعه المحاصيل منفرده، ايه هو الضرر الناتج عن زراعه المحصول المنفرد؟ زي ما اتفقنا الانخفاض الحاد في اسعار المحاصيل اللي ممكن يحصل مره واحده. ده بيأثر عليا انا كده قللت الضرر ايه بتاعه ليه؟ المحصول ده خسر المحصول التاني ان شاء الله هيغطي ايه الخساره بتاعته، بعد كده عمليه التبادل اللي هي بالنسبه ليه لثاني اكسيد الكربون مع محاصيل ثلاثيه الكربون مع رباعيه الكربون هيعظم لي ايه؟ الاستفاده وهيقلل لي اضرار حاجات ايه؟ كتيره جدا، النقطه اللي بعد كده الشروط العامه الواجب اتباعها عند اختيار محاصيل التحميل. انا عشان احمل محصولين مع بعض انا محمل ذره شاميه مع دوار شمس محمل ذره شاميه مع فول صويا حملت قطن على الـ على الـ على القمح محمل بصل على القطن طيب ايه الشروط العامه بقى انا عشان احمل الحاجات ديت هل في شروط انا هتبعها او التزم بيها علشان اقدر احمل تحميل صحيح اه في شروط تعالى نشوف الشروط بتاعتنا ديت أول حاجة أن يتشابه المحصول الرئيسي والثانوي في العمليات الزراعية، أن يتشابه المحصول الرئيسي والثانوي في العمليات الزراعية، أن يتشابه ده بيتعزق وده بيتعزق، ده بيتزرع على خطوط وده بيتزرع على خطوط، ما ينفعش أجيب محصول بيتزرع في صورة كثافة بالذات كثافة نباتية بدار كثافة نباتية عالية بيتزرع بدار مع محصول بيتزرع في جوار على خطوط، ما ينفعش أحملهم الاثنين مع بعض. بمعنى انا ما اقدرش احمل ال مع الذره ليه؟ لان ده هيحتاج يتعزا وده في مدرق. طيب ايه تاني؟ ان تكون الاحتياجات السماديه متشابهه وغير أيوة طبعا غير متعارضه ليه؟ الاحتياجات السماديه لما تبقى متشابهه هو المحصول ده والمحصول ده في فتره الحياه الاولى هيحتاج نطرات او هيحتاج يوريا او هيحتاج نيتروجين يبقى هدي لهم النيتروجين الاثنين هيستفادوا ولكن واحد محتاج فسفور والتاني محتاج نيتروجين لو انا ضفت الفسفور مع النيتروجين هنا الاتنين ايه هيتفاعلوا مع بعض وهيطلع لي عنصر ثاني خالص النبات لا يستفيد ايه بيه يبقى اللي محتاج نيتروجين مش هيستفاد بالنيتروجين واللي محتاج الفوسفور مش هيستفاد ايه بالفسفور أن تكون المحاصيل المحملة من عائلات مختلفة للنوع الواحد وأن تكون مختلفة في المجموع الجذري زي ما اتفقنا واتكلمنا وعرفنا يعني إيه مختلفة في العائلات النباتية أنا لما زرعت زرعت محصول نجيلي مع محصول بقولي طب المحصول النجيلي من عائلة النجيلية والمحصول بقولي من عائلة البقولية أو زرعت محصول نجيلي مع محصول اللي هو من العائلة المركبة اللي هي إيه دوار الشمس زرع دوار الشمس مع مين؟ مع ذرة شامية. طيب وإيه تاني معانا؟ وقال لك أن تكون مختلفة في المجموع الجذري. آه لما إحنا إتكلمنا وقلنا محصول سطح الجذور، الجذور بتاعته سطحية مع محصول الم... متعمق الجذور الجذور بتاعته بتتعمق في سطح التربه يبقى المحصول سطح الجذور بيستفيد من العناصر الغذائيه الموجوده في سطح التربه اما المحصول اللي هو متعمق الجذور يستفيد من العناصر الغذائيه اللي موجوده في بطن او تحت سطح التربه يبقى زي احنا ما شفنا ان تتشاب... ان يتشابه المحصول الرئيسي والثانوي في العمليات ان تكون الاحتياجات السماديه متشابهه ان تكون المحاصيل المحمله من عائلات ايه مختلفه وان تكون مختلفه في المجموع ايه الجذر ان لا تكون احدى هذه المحاصيل عائلا لاصابه المحصول المحمل معه حتى يمكن توفير المقاومه للافات والحشرات المرضيه يعني ما ينفعش اجيب محصول الافه بتاعته يكون عائل لافه بتصيب المحصول الثاني يعني ايه يعني الافه دي تكون مستخبيه فيه واول ما اللي الاثنين مع بعض تطلع من هنا تصيب لي ايه هنا لا ما ينفعش يبقى ان تكون احدى هذه المحاصيل الا تكون احدى هذه المحاصيل عائلا لايه للاصابه المحصول الاخر المحمل معه حتى يمكن توفير المقاومه للافات والحشرات المرضيه ان يتم حصاد المحصول السنوي المحمل قبل المحصول الرئيسي المحمل ايه عليه ليه احنا بنشوف هناخد الذره قبل ما نحصد ايه الفول الصويا او هناخد دوار الشمس قبل ما نحصد اه قبل ما نكسر ايه الذره تحميل المحاصيل البقوليه الغير مجهده للتربه مع غير البقوليه اللي هي مجهده للتربه ودينا ليها مثال في من خلال الكلام بتاعنا لما قلنا احمل محصول نجيلي مع محصول بقولي محصول بتتكون على جذوره العقد البكتيريه اللي بتقوم بامتصاص النيتروجين الجوي وتثبيته في الارض في صوره بقوليه ازرعه بالتبادل مع المحاصيل النجيليه المحاصيل اللي شراها للتسميد النيتروجيني يبقى ده هيوفر عنصر ايه؟ لده هيشتغلوا ايه؟ مع بعض. أن يتم حصاد المحصول السنوي المحمل قبل المحصول الرئيسي زي ما اتفقنا وعرفنا أنا بحصده إيه هو الأول وبعد كده بسيب المحصول الرئيسي ممكن يستمد فترة 15 إلى 10 من 10 ل 15 يوم بعد حصاد المحصول إيه المحمل. الخطوة اللي بعد كده مشاكل التحميل. إحنا قلنا كل حاجة ليها فوايدها وفيها مشاكلها. إتكلمنا إحنا دلوقتي عن الفوائد. إيه هي المشاكل؟ تعالى هنمسك المشاكل خطوه خطوه ونتكلم عليها ونصحى لها ايه؟ كويس علشان ما يحصلش تداخل بين الاسمين، مشاكل التحميل وفوائد إيه؟ التحميل. تعالى نشوف ايه اللي معانا في مشاكل التحميل. يحتاج التحميل الى خبره علميه وعمليه لكي يطبق بنجاح. يحتاج التحميل الى خبره علميه وعمليه لكي يطبق بنجاح. انا ما عنديش خبره في زراعه المحاصيل او تحميل المحاصيل مع بعضها. اذا في الحاله دي ما ينفعش اني اعمل ايه احمل المحاصيل المحصولين معايا ايه هيبوظوا يحتاج التحميل الى نفقات اكثر والى زياده في مستلزمات الانتاج ومياه الري انا زرعت محصولين ه... ه... هصرف كتير شويه ليه لان انا هضطر زي ما قلنا بدل ما هضيف سماد هضيف سماد ونص فأنا كده ايه هزود في النفقات شويه ظهور بعض المشكلات عند الحصاد وخاصة اذا كان الاعتماد علي الخدمة الالية الحديثة حيث تختلط البذور او الثمار وتنشا مشكلات ايه لفرزها لو انا هستخدم الالات الحديثة في الحصاد فانا هضطر احصد المحصولين ايه؟ مع بعض، ليه؟ لانهم مزروعين مع بعض، فبالتالي البذور هتختلط مع بعضيها، ودي من ضمن ايه؟ المشاكل، لانك انت بعد ما هتحصد هتقعد تفرز بقى، هتطلع الفول الصويا لوحديه والدورة لوحديه، او هتطلع دوار الشمس لوحديه والدورة لوحديه، لا مش هينفع، فانت بتحصد كل محصول ايه؟ على حده، فمن ضمن المشاكل انك انت ما بتقدرش في المحاصيل المحمله انك انت تستخدم الاله، او يتم الحصاد ايه؟ بالاله، ليه؟ لان ده بيعمل لي ايه؟ مشاكل. زيادة انتشار الأمراض المعدية أو الإصابة بالحشرات نتيجة إيه؟ التحميل. طيب انتشار الأمراض المعدية ليه؟ قال لك علشان خاطر التحميل بيرفع لي نسبة إيه؟ الرطوبة فبيدي مجال لنمو الفطريات وظهور الأمراض الفطرية أكثر من الحشرية بسرعة لأن إيه؟ لأن حصل عندي ارتفاع في نسبة إيه؟ الرطوبة أو الإصابة بالحشرات نتيجة إيه؟ التحميل، إن ممكن الحشرة ديت موجودة على المحصول المحمل أجي أحصد المحصول المحمل تروح تنتقل للمحصول المحمل إيه؟ إيه؟ عليه أو العاد حشرة نقلت من المحصول ده للمحصول إيه؟ ده زي ما إحنا شفنا مع بعض دي مشاكل إيه؟ التحميل التجميع الزراعي النقطة اللي بعد كده التجميع الزراعي إيه هو التجميع الزراعي؟ يعني إيه تجميع؟ زي ما فكرنا وقلنا لازم نفرق بين التكثيف الزراعي وبين التحميل لان قلنا في التكثيف الزراعي هو زراعه الارض أكثر من محصولين خلال العام ولكن في التحميل قلنا هو زراعه الارض بمحصولين او اكثر في نفس الموسم وفي نفس قطعه الارض ماشي عشان الاثنين شبه بيتشابهوا ايه لبعض واحنا من كتر التركيز لما يجي لنا في الامتحان في التعريف بنتلخبط ونكتب ديت ايه مكان ديت لكن التجميع الزراعي هو التجميع الزراعي أنا عندي خمس أبناء وأمتلك خمس فدادين. جيت بعد عمر طويل طوفان الله أبنائي أخدوا إيه الخمس فدادين، هل هيزرعوا الخمسة الخمس فدادين؟ لا، كل واحد قال لك أنا عايز الفدان بتاعي. فأصبح دلوقتي الخمس فدادين توزعوا على خمسة، الخمسة بقت كام؟ بقت واحد. لأن هنا الفدان اتعامل في صورة إيه؟ فرد. طيب، كل واحد حصل معاه النظام ده، فأصبح عندي حاجة اسمها تفتيت الحيازة إيه؟ الزراعية، تفتيت الحيازة إيه؟ الزراعية. طب أنا لما آجي أخدم الأرض بتاعتي وأستخدم الميكنة الزراعية ما أقدرش أستخدم الآلات الزراعية في حالة تفتت أز... إيه؟ تفتت المساحة إيه؟ الحيازه الزراعيه ليلة المساحات ايه صغيره فاضطر اجمعها في مساحات ايه كبيره فنشوف عمليه التجميع يقصد بالتجميع الزراعي تحسين اسلوب الانتاج الزراعي في المساحات الصغيره المفتته في كيانات كبيره تدار جماعيا من حق الاحتفاظ المالك بحق ايه الملكيه يبقى احنا كده قلنا يقصد يقصد بالتجميع الزراعي تحسين اسلوب الانتاج الزراعي في المساحات الصغيرة المفتتة في كيانات كبيرة تدار جماعيا مع حق احتفاظ الملاك بحق الملكية يعني احنا هنجمع انا معايا نص فدان وانت معاك نص هنضم الاتنين على بعض انا اصبح معنا ايه فدان يبقى احنا كده مع بعضنا اتكلمنا عن التجميع الزراعي والتحميل واتكلمنا عن التكسيف الزراعي وعرفنا ايه هي اهم سمات اللي بتميز كل حاجة ايه مع عن التانية وبكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه السلام عليكم ورحمه الله